ما تبغيش خويا. شكرا للذين ماتوا ولن إننا اليوم على موعد مع التاريخ، نحتفي بسبعينية هذا الاجتماع التاريخي الذي حدد مصير الجزائر وأمتها، وبعد أيام أيضا سنحتفي بسبعينية الثورة المجيدة. 70 سنة من العطاء والوفاء، 70 سنة من البناء والتعمير، هي محطات لتجديد العهد مع هؤلاء الأبطال وذكراهم، ولتكن مناسبة لنرتقي معكم جميعا للحفظ وللحفاظ على ذاكرتهم والذود عن تلك القيم الإنسانية التي ضحوا من أجلها، ولتكن هذه المناسبة عنوانا عريضا لإبهار العالم جميعا وإبلاغ صوت الجزائر المنتصرة، ولتكن الجزائر حصنا منيعا وأرضا للإبداع، وكما كانت الجزائر بالأمس أيقونة للتحرر فلتكن اليوم أيقونة في التنمية والعصرنة. إن شاء الله تكون شبيبة تعرف على هذو الستة وتعرف المشروع تاعهم وتبقى لغولاف باش يحميوا الجزائر. كل مناسبة لازم تندار لو احنا رحنا، إن شاء الله يكونوا حاضرين، ونتمنى ما ينساوش الشهداء والمجاهدين. الجزائر كل عام وهي بألف خير، ربي يحمي البلاد. اليوم زرنا المتحف وكان لنا الشرف للقاء المجاهدين ووزير المجاهدين. هذا الاحتفال كان بمناسبة إحياء الذكرى 70 لاجتماع القادة الستة. احنا كشباب الجزائر ما زلنا محافظين على مبادئ الثورة التحريرية المجيدة.